إذا مشاهدينا، من هم المرشحون الستة للانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة نهاية هذا الشهر؟ نبدأ بمسعود بازشكيان، يشغل منصب نائب تبريز في البرلمان، هو من الإصلاحيين والمعتدلين، وأعلن ترشحه وكان حاضرا أيضا في الدورة 8 و9 للبرلمان. في الولاية 10 كان النائب الأول لرئيس المجلس وتولى منصب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في الحكومة 8. نذهب منه إلى مصطفى بور محمدي، هو رجل دين محام وسياسي إيراني، كان وزير العدل في الدورة الأولى لحكومة الرئيس روحاني في فترة ما بين 2013 و2017. أيضا سعيد جليلي، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام وممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي، ينظر إليه على أنه من الموالين المتشددين للمرشد الإيراني علي خامنئي، كان كبير المفاوضين الإيرانيين في عهد حكومة محمود أحمد نجاد، ويعد أحد المرشحين البارزين والأساسيين الآن لخلافة رئيسي في الانتخابات المقبلة، وكان تنحى لصالح رئيسي في الانتخابات الماضية. من هون نذهب إلى علي رضا زكاني، وهو يشغل حاليا منصب عمدة طهران، ترشح في 3 دورات سابقة للانتخابات، وفي عامي 2013 و2017 تم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور في كلا الجولتين، لكنه انسحب في 2021 لصالح الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. أما أمير حسين قاضي زادة فهو عضو في جبهة ثبات الثورة الإسلامية، أحد أكثر الأحزاب الأصولية الإيرانية تشددا والمتحدث الرسمي باسمها، ترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية في 2021. منه نذهب إلى محمد باقر قالباف، وهو رئيس مجلس الشورى الإسلامية الحالي والقائد السابق في الحرس الثوري، وخاض السباق الرئاسي مرتين وفشل، وأجبر على التخلي عن الترشح للمرة الثالثة تجنبا لتفتيت أصوات المحافظين.